هاد الفيديو هو جزء من واحد السلسلة ديال الفيديوهات كنوثق فيها كيفاش غادي نستعمر هاد الخريطة بالجرافيتي. بقى معايا وشوف كيفاش غادي تولي هاد الخريطة قبل من 2024. صباح الخير. تقريبا شي 7:30 ديال الصباح وتنوجد الماتيريال باش نخرج نصبغ شي حاجة. صراحة ما مسوقش كيفاش غادي تكون هاد الحاجة. المهم هو انه نزيد متريات وصافي ونزيد نقرب للتارجيت ديال التشالنج. داكشي علاش هزيت اول لون فاتح عندي لقيتو وهزيت مع اول بومبا غامقة وتوكلت على الله. الجراف ديال اليوم 6/3 في العلو يعني عطاتنا 18 متر كاري اخرين وزدت 10 متر بواحد التبواب اخرى هي هادي اللي عطاتني 10 متر 5/2 وبهذا غادي نكون وصلنا 238 متر مربع. اللهم بارك. يلا تلاوة الاصدقاء.